بر الأمان. ليك أنت سي مختار الأمامي، يعطيك الصحة قبل كل شيء. الله وفيك. لو كنت قدمنا روحك في جملتين. مختار الأمامي مدير عام الجامعات المحلية. سوي بلانيفيكاتور ايكونوميست دو ليسونس، خدمت في وزارة المالية، خدمت وزارة التخطيط قبل، توا هاني في لاهي بالجامعات المحلية. يعني في إدارة الجامعات المحلية اللي كانت قبل تحت وزارة الداخلية واللي توا تحت وزارة الشؤون المحلية. اي نعم. يعني قداش عندك في الإدارة هذه؟ الإدارة هذه عندي قرابة 13 سنة أو 14 سنة. يعني حضرت على لا، كنت وقت اللي جيت مدير مالية من وزارة التخطيط في 2000 سنة 2000، وسنة 2009 تعينت مدير عام الجامعات المحلية، وفي 2012 خرجت لفترة وجيزة عام وشهرين مدير عام مركز التكوين والدعم اللامركزية، وفي نهاية 2012 عدت من جديد لإدارة الجامعات المحلية. يعني عندك تبارك الله خبرة كبيرة اللي ممكن العديد من وزراء الداخلية أو كتاب عامين مكلفين بشؤون المحلية أو حتى وزير الشؤون المحلية توا ممكن ما عندوش التجربة والخبرة اللي سيادتك عندك. لا والله ما نطرحش السؤال بالنطق، بالعكس، لأن كل إنسان حسب طاقة الاستيعاب نتاعه. ما نقول أنا الخبرة نتاعي كانت ديما نخدم في إدارة مفتوحة نتقاسم فيها العمل، ولكن ربما الشيء اللي ما نقول شيء ما يزني نختلف به على أشياء أخرى، أني دائما الإدارة كنت في عديد من المهام نتعامل مع الخبراء ومع الناس الخارجين عن الإدارة باش نعطي نظرة أخرى خارجة عن الإدارة لكي لا تعيد البيروقراطية نفسها. وفي إطار الأشياء اللي تخدموا فيهم توا اللي حكينا فيهم اليوم في الصباح، ثم تعميم تقسيم البلديات. الدستور التونسي يقول يلزم التراب الكل يولي تحت بلديات. لا، هو الدستور يقول تعميم النظام البلدي، لم يقل تقسيم. والناس عندها ربما خلط ما بين مفهوم التعميم والتقسيم، وخلط آخر ما بين التعميم النظام البلدي يعني توسيع الحدود الترابية للبلدية لأكثر مجال ممكن، بينما لاكت لبناء البلدية كأميناجمان وكغيره هو ستناكت متواصل في الوقت يدوم 10 أو 15 سنة. احنا فقط نوسع الحدود لتصبح تلك المناطق تابعة للبلدية، يكون عندها حق انتخاب، يكون عندها حق في خدمات القرب، ويكون عندها حق غدوة باشر في اختيار المشاريع نتاعها. كنتم تقولوا تعميم ومش تقسيم، نشوفوا مثلا في القصرين، بلدية القصرين تم تقسيمها ولم يتم تعميمها لأنه دوائر بلدية وليت. هنا نيونس بلديات. النظام التعميم اللي نحكي عليه هو يخص البلديات 61 بلدية ولا 187 بلدية اللي هم يشكلوا تنرجلوا الرقم هذا، ولكن هناك 25 بلدية تم إحداثها سنة 2015 وفقا للزيارات الميدانية قام بها السيد رئيس الحكومة، وإذا لا تدخل في المعايير التي قمنا بها، هي سابقة التعميم. يعني ثم بلديات يتم إحداثها بقرار من لا تم إحداثها في سنة، ومن جهة أخرى ثم التعميم. ثم بلدية تم إحداثها في سنة 2015 إثر زيارات السيد رئيس الحكومة، وفي الوقت هذاك النتائج نتاع التعميم النظام البلدي والمعايير والمفاهيم مازالت ما عطاتش الأكل نتاعها، وبالتالي نحن لا نمكن أن نوقف عملية التنمية من خلال البرامج الحكومية. ما هي معايير إحداث بلديات مثلا كيف ما إحداث بلديات في بلدية القصرين من بعض الدوائر؟ القصرين كلها كانت في النظام نتاع 2015. ما هي المعايير اللي في تم اتباعها في أي بلدية أخرى؟ المعايير التي تم أخذها، المعيار الأول هو هناك التوازن بين البلديات في نفس الجهة، توازن من ناحية السكانية، من ناحية الجغرافية، من ناحية الاقتصادية، وتوازن بين الجهات داخل كامل تراب الجمهورية. هذا المبدأ الأولاني. واثنين، المبدأ الثاني أننا لا نقسم تراب المعتمدية أو تراب العمادة اللي هي التنظيم الإداري، وبالتالي نحن مش في عملية تقسيم. ولهذا العمل اخترنا عديد من الزيارات الميدانية قبل بشهرين، وإحنا نزوره مع كافة الوزارات، الفلاحة، التجهيز، التنمية، غيرها من الوزارات، دامت 10 أشهر. ثم انتقلنا في مرحلة ثانية إلى الوكالات المخصصة بالعمل هذا
معهد الأحصاء، معهد الاستشعار عن بعد. وشنو المعايير اللي تم اتباعها؟ حسب ما فهمت ثم زوز حاجات متوازية، ثم 25 قرارات من رئاسة الحكومة من جهة، وثم من جهة أخرى الإدارة العامة. ما تقفش في العملية هذه الـ 25، هذاك هي مسار الدولة ومسار الحكومة، لكن التعميم النظام البلدي اللي نحكي عليه أنا يتم وفق معايير هي جغرافية بالأساس ومعايير سكانية. ما معنى التوسع الجغرافي؟ هل ممكن أن ندمج بلدية في مناطق ريفية في بلدية أخرى؟ ما هي الانعكاس متاعها الاجتماعي والثقافي وغير كل شيء؟ هذا جانب أول. ثم جانب ثاني هو جانب اقتصادي بحت، هي مؤشرات التنمية الجهوية. وتعرف أنت سيادتك وكل الناس، احنا راهو التوانسة ما نقراوش برشا من الرزمان برسمي. علاش؟ لأنه فما دراسة كبيرة وقامت بها الانستيتيود ايكونومي كونتاتيف قبل مدة 3 أو 4 سنوات، وقعت تحيينها مدة 4 أو 5 أشهر، تتسمى تخدم على ما يسمى الانديس دو ديفلوبمون ريجيونال، مؤشر التنمية الجهوية. مؤشر التنمية الجهوية هذا هو نتاج نتاع 17 مؤشر، خذا مؤشر التجهيزات، خذا مؤشر الفقر، خذا مؤشر الصحة، حتى المؤسسات الدولية، المؤسسات الدولية. هو مؤشر كومبيني يلخص 17 مؤشر، وقاع تصنيف الولايات حسب المؤشر هذا. مع نعطيك مثال، وقت يجيني تونس كجهة تونس نلقى النقاط على 100 نقطة 86 نقطة، معناتها عندها انجاب نتاع 14 نقطة، ربما فما حاجات ما تعملتش بنية أساسية ولا غيرها. وجهة القصرين العدد نتاعها 16، معناتها عندها عجز نتاع 84 نقطة، تجهيزات مدارس مستشفيات غير كل شيء. دونك ولينا نعرف الجهة الأولى والجهة الثانية، تهبط من اللوطة القراءة نتاعها وتلقى القصرين سيدي بوزيد سليانة جندوبة وانت طالع حتى. وشنو يزيدهم هذا التعميم من النظام؟ هذا هات نقول لك ليش. نفس المؤشر هذا تم تعمينه على المعتمديات والبلديات. اليوم نعرف البلدية الأولى سيدي بوسعيد 96 نقطة، معناتها عندها تجهيزات عندها كامل، ولكن البلدية الأخرانية حاسي الفريد اللي في جهة القصرين عندها 4 نقاط، معناتها عندها 40 سنة روتار. دونك هذا علاش نعمل، هو اجابه لمبدا التمييز الايجابي اللي جاب به الدستور. ولكن التعميم هاني جيتك دقيقه برك سامحني سي مختار، خلي جوست نفهم انا، نحط روحي في بلاصه المستمع. المستمع يقول دقيقه، ثم رئاسه الحكومه قررت احداث 25 بلديه من جهه، هذيك عندها الكريتير نتاعها وحدها، هذاك مسار عادي يعني. ومن جهه اخرى ثم الاداره العامه للجامعات المحليه عندها معايير اخرى، كيف ما قلت لي الانستيتيود ديزيتود كونتيتاتيف قبل ولا اسمه تبدل، اللي اسمه تبدل. دونك انتوما في الاداره العامه للجامعات المحليه عندكم معايير مع الحكومة اخرى يعني تستعمل ما تبسطش الموضوع ما بين هذه الحكومه وهذه الاداره العامه للجامعات. احنا نخدم في اطار وحده الدوله بتعليماتنا هذاك، وحتى انسان ما فيه. لكن قلت وقت احنا نحذروا في تعميم النظام البلدي، نحذروا شو على كارت، حذروه لكافه البلديات كل ناحيه التوسعات. في الاثناء تصير عمليات، ما تستناش حتى العمل نتاعنا ينتهي. السيد الرئيس عنده رئيس الحكومه عنده التزامات نتاعه، مشى زار المواطنين قال الناس هذوما يلزمهم ايميديتما بلديه، وقعتك ال 25 بلديه. هذا ما ينفيش انه العمل الاخر قاعد يتماشى في مسار اخر اللي هو نحكي لك عليه وفقا للمعايير. يعني دو بوا دو مزور؟ لا مش دو بوا دو مزور. نجم انا اليوم قبل ما يخرج قانون مجله الجامعات المحليه، هو مازال ما خرجش، واليوم ناخذ اجراء مالي ومن بعد عام ونص نجي يقول شبيك خذيت الاجراء هذاك غاديك واليوم هاك بدلته في قانون. ما هذه هي الاداره. والمؤشرات تشبههم ماهمش بوبليي يعني ماهمش بوبليي. لا سمح. مؤشرات لا بوبليكاسيون تاعها نيوري لا ريغلمونطاسيون لا لوا، والمؤشرات هذوما صدروا ويعرفوهم الناس الكل، يعرفوهم الخبراء، يعرفوهم الناس واحد. وين نجم نلقاه؟ تلقاه يمشي لانستيتيود ايكونومي كونتيف، تلقى ليتيود هذه نتاع المؤشرات التنمويه الجهويه واللي استعملها. اثنين، احنا وقت اللي عملنا تعميم النظام البلدي هذايا راهو من جوان 2015، خرجنا للجهات وللولايات وفي نطاق الاجتماع تاعنا مع المجتمع المدني، وريناهم كيفاش بدينا نخدموا بالمؤشرات هذوما. فقط خلينا نكونوا واضحين للمستمعين نتاعنا والمتفرجين انه انا هي ليتود بالضبط، يعني شنو هي اسمها، شنو هي الداتا اللي خرجت فيها اللي انتم اعتمدتوها في تعميم؟ ما خرجناش لحد الان ايتود. لا مش الاداره العامه للجامعات المحليه، قلت لي الانستيتيود ديزيتود. كل صافي 4 موا كيزون موديفي ليتود هذه.
اما هي الاتيود عندها 3 سنين في فيفري ثلاث سنين وتستعمل فيها وزاره التنميه. وزاره التنميه في المشاريع الوطنيه قاعده تعمد على الدراسه هذه في جزء هام منها. هل هذه الدراسه شامله اللي صارت وقت جست من بعد 11 بعد 14 جانفي صارت 2012 وقاعد عملتها الوزاره التنميه وتعاون الدول وبعد صار تحليل المؤشرات هذه مؤشرات وطنيه ما عادش مؤشرات انستيتيود ايكونومي كونتيتاتيف. نرجع بك للموضوع المؤشرات نتاعنا الجغرافيه مراجعات سكانيه مراجعات توسع وغيره ولكن هناك مراجعات اقتصاديه وعلميه معناتها بالطبيعه اذا كان انا اليوم ونعطيك مثال عين وكنت ديما نعطي فيه المثال هذايا باش الناس تفهم. انا اليوم في معتمديه هرقله قيمه في من ولايه سوسه معتمديه هرقله السكان نتاعها 9514 اخر احصاء 2014 وفيها اربع عمادات في المنطقة البلدية وعمادة خارج المنطقة البلدية واللي فيها 1600 ساكن. المطروح علينا كيفاش ال 1600 ساكن يمكن أنه يدرجوا ضمن البلدية اللي تتوسع على كامل إطار المعتمدية ولا لا؟ جغرافيا والسكانية ما تطرحش حتى مشكلة لأن يعني البوبيلاسيون صغيرة. كي رجعنا للمؤشرات الاقتصادية التنمية الجهوية ومؤشر ليزيكيبمون وغيره كل شيء لقينا أنه المؤشرات لاباس عليها. منطقة بلدية هرقلة قادرة باش تتوسع حتى مرتين ثلاثة من السكان هذوك. ملوين الإشكالية؟ ما فماش إشكالية، قلنا أدمجناها. أدمجتها. ولت بلدية كاملة. وفي الحالة هذه 187 حالة من نوع بلدية هرقلة، أنه البلدية تتوسع في حدود المعتمدية لاحتواء سكان ريفيين في عمادات أخرى. واضح؟ وعلاش التلازم ما بين التقسيم الاداري والتقسيم البلدي؟ لانه التقسيم الاداري فيه تراكمات ناس تعرف وين تمشي وين تجي، ماشي فاسيل دو شونجي التراكمات الاداريه وغير كل شيء، سيت اون كولتور فو با ولكن في نفس الوقت سامحني الكونتر اكزامبل نتاع المثال هذا باش نجيب الكونتر اكزامبل باش نجيب ولايه سيدي بوزيد باش نجيب احداث معتمديه في شمال الرقاق وتم باش نجيب احداث باش نجيب باش نرجع لك الشيء هذا باش نجيب لك الكونتر اكزامبل باش نجيب لك الكونتر اكزامبل نتاع هذا نتاع هذا لو سمحت باش نرجع لك للصعيدة اما باش نعطيك الكونتر اكزامبل. قلت 187 حاله تشبه الهرقله تم التوسع نتاعها لان المؤشرات الجغرافيه والسكانيه والمؤشرات الاقتصاديه ما تطرحش حتى اشكال وبالتالي المعتمديه البو انجلوبي توصل. في الحالات الاستثنائيه اللي ما نحبوهمش احنا ما نحبوش نبعثوا بلديه جديده نحبوا نعمموا نظام البلد. ليكزامبل تاع غار ديما مجموعه يمكن مش غلط ولايه جندوبه من ولايه جندوبه بلديه فيها 21000 ساكن والسكان الريفيين الموجود في العمادات المجاوره 45000 ساكن. ما حتى من التركيبه السكانيه كيفاش دو فوا لا بوبولاسيون اوربان اللي هي كومونال باش نحطوا لها هذوما. اول سؤال هذا يطرح قلنا مساحتها ما تطرح حتى مشكل لكن لا بروميير انتروغاسيون هو السكان. نهبط المؤشرات الاقتصاديه ولا ما فلوطاش المؤشر خدمنا عليه لقينا المؤشرات اون روج معناتها كان تحطهم مع بعضهم باش نوقفوا وسيله التنميه فك البلديه هذيك. دونك شنو الحل؟ انه نبعث بلديه جديده نعطيها حظوظ اخرى باش تعاود تتهيكل فك العمادات هذوكم ونخلي بلديه غار ديما الاصليه نضيف لها بعض العمادات زاد حتى هي شويه باش تكون ان اكيليبر في وسط المعتمديه ونخلق بلديه جديده ببرنامج استثمار وتكوين وغيره كل شيء. في الحاله هذه تمت بعث 61 بلديه جديده معناتها ينضافوا الى البلديات الحاليه وينضافوا الى ال 25 بلديه اللي تمت في 2015 وفي هذه الحالة تصبح الرقم النهائي 350 بلدية. نرجع لبلدية الصعيدة. بلدية الصعيدة ومعتمدية الصعيدة هذيك من البلدية تم إحداثها في 2015. في نطاق ال 25 بلدية يعني هي بقرار من عند رئاسة الحكومة. الحكومة في الزيارة الميدانية والطلبات نتاع المواطنين وغيره كل شيء. ولكن ثم ممكن أنت يعني كدورك كمدير إدارة عامة للجماعات المحلية ما نعرفش كان يسمح لك ولا لا باللوجيك يعني بالرياضيات يقول ثم 25 تم احداثهم بقرار من رئاسه الحكومه دون انتظار دون الاهتمام بالمؤشرات اللي نتاع الوزاره نفسها. من جهه اخرى
انتم في إدارة العامة للجماعات المحلية في نطاق تعميم البلديات قاعدين تبقوا لا لا خاطر السيد السيد رئيس الحكومة وقت يقوم بزيارة ميدانية هو يقدر الأشياء هذه ويلي تنو با دو ريزولتا يقول اليوم راني باش نبعث معمل لهنا ولا باش نحط بلدي ولا باش نعمل سكه نتاع قريطار فكر الحدث هذاك نفسه اما الدراسه اللي نعملوا فيها تنجم تدوم شهرين كيما تنجم تدوم عام لكن حددنا اجال احنا قلنا ما دام انتخابات بلديه لازم تنتهي بتل دات حسب الكريتير الموضوعي الاشكاليه اشكاليه مثلا في بلديه بالخير من ولايه قفصه اي نعم تم احداث البلديه والبلديه ما عندهاش باش نوع تخدم ما عندهاش مقر اي سيدي يعني بالنسبة للبلدية يقول القائل سمحني تم الاستجابة للمطالب الشعبية وعطيونا بلدية اتسيتيرا وقتها نجموا حتى نرجعوا نعرفش كان نذكر في 2012 14 جانفي 2012 مكثر كان فيها مظاهرات وكانوا يطالبوا باش يكونوا ولاية كيف ما كان قبل لذا يعني لا الاستجابة للمطالب الشعبية ما أنا الاستثناء ناخذ قاعدة العامة كل البلديات اللي تم أحداثها ما كتعرف أنت البلديات نتاعنا وقت خرجت العكري عندنا 67 بلدية ومن بعد زادت شويه بلديات الزخم الكبير نتاع البلديات صار ما بين في ما بين 75 80 قرب 90 بلديه وتم احداثها لنوايا سياسيه وحتى الجهات كانت عندنا 13 جهه في وقت الاستقلال اصبحنا 24 جهه لاعتبارات سياسيه وصار حتى انتفاضات باش خلقت الجهه نتاع سيدي بوزيد وخلقت جهه منوبه وغيره كل شيء كان هذا كشيء لكن اليوم احنا امام معايير نذكروا مثلا على سبيل المثال ان ولايه المنستير هي تم احداثها في النطاق هذا وكلها هي من الولايات بلديات المنسيباليتي اللي فيها كلها 34 بلديه صغيره الحجم تعميم النظام البلدي كلي ولحد اليوم نحي 5-6 بلديات من المستير اللي هم شادين صحاح صادين روحهم اقتصاديا ولكن البلديات الاخرى صغرى صغيره قاعده تعيش على الدعم الدوله وهذاك ما نحبوش نهبطوا فيه هذاك علاش ما نحبوش نهبطوا فيه هذاك علاش ما نحبوش نحطوا بلديات صغيره ما نحبوش نحطوا بلديات صغيره نحبوا نحطوا بلديات تفوق السكان نتاعها اكثر من 30,000 ساكن وهذاك اللي وصلنا له في التقسيم الجديد انه كانت قبل عندنا 184 بلديه اقل من 20,000 ساكن بالنسبه للبلديات ال 264 بلديه الحاليه وقت عملنا الدراسه كامله الشموليه ولت عندنا 152 بلديه يتجاوزوا السكان نتاعهم 30,000 سكن هذاك الهدف نتاعنا احنا نخدموا حسب اهداف وحسب رؤيه دون لو طون اللي باش ناخذ بلديه غدوه تستجيب للدستور عند الاستقلال المالي وعندها كذا وكذا وتنجم تقدر نرجعوا البلديات بالخير من ولايه قفصه نرجعوا نقولوا للبلديات ما ثماش شوف ما ثماش عاده مقر. عاده واحد باش يطلع مضمون منين لا يمشي عاده اولا البلديه باش يتم احداثها ومن بعد يحطوا لها نيابه خصوصيه حتى تصير الانتخابات واحد كل شيء كل البلديات اللي جرات استثناء قليله انه العام الاول تمشي تكري تكري اللوكال بلديات كلها انت كنت قاعد وجاك بقرار سياسي قال لك راهو شهرين عندك بلديه دونك يزمك شنو الحال نتاعك؟ يزمك تمشي تكري لفتره ما ومن بعدها تحط في برنامج الاستثمار نتاعك اذا كان وصلت لبرنامج استثمارات مبلغ ما يقلش على 500 مليون ولا 400 مليون باش تبني المقر وباش تبنيه المقر هذا يلزمك عام وشهرين على القليل اربع سنين دونك اوتوماتيكمون اوني توبليجي دو باسي بار الكراء فالبلديات ال 25 باش نعطيك الواقع بالضبط منهم 17 اللي خرجت القرارات نتاع الاحداثات نتاعها احداثات في الرايد الرسمي خاطر الاخرين مازالوا يعملوا في البلان توبوغرافيك وغير كل شيء والنيابات الخصوصيه اون باراليل قاعدين يتكونوا لكن في الاثناء 17 بلدية ونتحمل مسؤوليتي في هذا جاءوا عملوا الموازين نتاعها ميزانية نتاع التصرف نتاع السنة اش فيها الميزانية فيها كراء المحلات وفيها معدات النظافة وفيها جانب من الموارد البشرية باش تخدم هذيك هذا بالنسبة ل 17 معناتها بما فيهم بالخير وغيره كل شيء وتم تحويل اعتمادات أولية من الوزارة خاطر ما نعرف ما عندهمش موارد مالية كافية للمجالس الجهويه اللي هي تاثرهم في غياب هذا كل وفما عديد من 17 بلديه وعندي الرقم 11 بلديه كرات اللوكال نتاعها و11 بلديه عندها الميزانيه نتاعها ويعرفوا شكون من الخدام ويعرفوا شكون الكاتب العام خاطر الكاتب العام مش باش يختاروه من المجلس الجهوي يترشح لك الخطه هذيك ولا من البقعه هذيك وقاعدين حاضرين وفيهم حتى اللي سون انستالي اثنين ولا ثلاثه
وهذاك هو التمشي أنه تدريجيا وقت يصير عندها برنامج استثمار بلدي وإن شاء الله بتصير الانتخابات البلدية باش يكون عندها برنامج أكيد يكون برنامج كبير تبرمج وقتها البلدية وتبرمج المعدات الكبيرة اللي تحبها وتبرمج هذه البلدية باش تنجم تبدأ تدور بها الخدمات الأولية. حسب ما نفهمه من كلامك إرساء بلدية من بعد ما نشوفوا اسمها خرج من بعد ما يصدر القرار السياسي ومن بعد ما نشوفوا قبل العقد 6 أشهر 7 أشهر حتى أكثر حتى أكثر إيه أكثر برشا إيه علاش خاطر هنا كنت تحكي باش يبنيوا المقرر باش يحضروا يلقاو الكاتب العام باش نجم البلدية اللي هو أعلى هرم إداري تكون البلدية فونكسيونيل في ظرف 6 أشهر تكون البلدية فونكسيونيل في بالخير سي با الكا مثلا سي خاطر في بالخير سي با الكا على خاطر ربما مازالت ما عندهاش الموارد البشرية ما اتفقوش شكون باش الكاتب العام ولا غيره ولا ربما اللوكال ما لقاوش اللوكال إيه لكن احنا قاعدين نتبعوا فيهم يوميا نقول لهم يا ولادي راهو ما يلزمش تبقى العمليه متواصله يفولوي يلزمك تكري باش تعطي لك القرار هذاك المصداقيه نتاعه. ونذكر على سبيل المثال مش الحصر انه مثلا في سيدي بورويس اللي بلديه عندها عشرات السنين ما عندهاش كاتب عام اليوم وماهيش البلديه الوحيده ثم العديد من البلديات اللي يشكيو من نقص في الكومبيتونس. اذا كان باش تمشي للواحد الموضوع مش مطروح كان في البلديات. وموضوع مطروح في كامل المؤسسات وكامل الهياكل. احنا اليوم عندنا انفلاسيون نتاع اطارات. اذا كان تلقى 620 22 الف اطار في الدوله كامله في الدوله كامله 622 الف اطار والدوله كامله والوزارات تقول لك عندي اون بليتور كبيره في دول اخرى تلقى الثلث نتاع هذا. دونك في المجله الجديده نتاعنا في قانون الوظيفه العموميه اللي قاعدين باش نخدموا عليه كل شيء كيفاش تحويل الاختصاصات والموارد البشريه من الدوله او من غيرها؟ شنو هي كيفاش باش نعملوا؟ هاك الناس اللي موجودين غاديك باش نشجعهم، انا غدوه باش يخدم في الجهه والبلديه، شنو هي الامتيازات اللي باش المهندس يخرج من غاديك ويخدم في جهته ولا يخدم في البلديه وفي الجهه؟ وهذا هو لي ديبا. لي ديبا اللي لازمنا نبداو فيه، سي با لي تيكست جوريديك، لي تيكست جوريديك نو لجي فير با لا ديسنتراليزاسيون. كي لجي فير لا ديسنتراليزاسيون هو الحوار والتكست دابليكاسيون. واليوم انا الناس كل مدعوين سواء اداره ولا هياكل المجتمع مدني وغيره باش تحكي في امهات القضايا. كيفاش الوظيفه العموميه اليوم اللي تشكو من التضخم الكبير على مستوى الوزارات يتم نقل بعض الكفاءات الى الجهات بامور ترضي هذا وترضي هذا وتكون فيها المصلحه العامه. سي سا لو فري ديبا. وجستومون باش نحكيو على الصلاحيات وعلى الديسنتراليزاسيون سي سي ال مشروع المجلس الجماعات المحلية اللي انتم اشرفتوا عليه. دونك قلت لنا في الاجتماع اللي كنت منظمته ليزي انه وصلتوا للنسخة 13. اي نعم اي نعم. في سي سي ال بوان تي ان ما لقينا كان زوز نسخ. لا واحدة نتاع اول الاستشارة وواحدة نتاع مارس. لا هاش نقول لك كيفاش تم الاستشارة. صحيح جست يعني خلي انا تفاجات على خاطر تبع فجاه ممكن السؤال هو انه تو ولينا نحكيو على خريطه الطريق والانتخابات وممكن رزنامة على قريب اما الصلاحيات ماهيش قاعده موضوع حوار نشوفوا يعني مثلا انه نحثوا في بلديات ممكن الهدف باش يولي 350 وانه باش تولي بلديه تخدم يحب لها برشا وقت. علاش؟ مش على خاطر البلديه ما تحبش تخدم ولا مجلس البلديه والنيابه الخصوصيه، لا على خاطر التنظيم الاداري، صرف الميزانيات، لو فات انه الدوله المركز يعطي الفلوس لا مركز باش يصرف، هذا اللي ياخذ في الوقت. ومثلا نجموا زاده نحكيو من جهه التعديلات الاداريه باش العباد ياخذوا الامكانيات نتاعهم، من جهه اخرى نخرجوا من الباز المواطن مثلا في جلسه تمهيديه شفنا انه جلسات تمهيديه كادت تختفي يعني سي اوبسيونيل رغم انه جلسات تمهيديه تمثل لا غارونتي انه المواطن يقعد في كل 5 سنين تاع المده النيابيه هو بعلاقه مع البلديه نتاعو. عندي توا سيادتك توصف لي في الحاضر وانا قاعد نشرح لك كيفاش باش يكون المستقبل. هذا الفرق في السؤال نتاعك. اذا كان باش توصف لي الحاضر نعطيك اكثر وجائع من اللي تذكر لي فيه انه البلديات مش قايمه بدورها وانه المصاريف كلها سنتراليزيه. مؤشر واضح هذا يعني كله البلديات ماهيش قايمه بدورها. لا هذا كله كيما المؤشرات الكل. شنو هي المؤشرات اللي تقول البلديه ماهيش قاعده تقوم لا بدورها؟ وقت تجي ترى النظافه انها ما وصلناش للهدف المؤمل، وقت ترى بعض الاستثمارات
ما تنجزش في الوقت نتاعها، وقت ترى للنيد بول في الطرقات، وقت ترى انه الاضواء ماهيش مهيكله، وقت ترى المواطن انه امشي ويجي وما تلقاش الواحد نتاعك، وقت ترى نيابات خصوصيه فيهم اللي خدم سونت دي بينيفول وفيهم اللي ما خدمش خاطر ما عندوش المشروعيه، اي بو با بروندر دي ديسيزيون، هذا الكل يخلي انه هذه من العوائق نتاع العمل البلدي. كل متفقين عليه التشخيص هذا ما يختلفش عليه اثنين، لكن ما بعد التشخيص هو الدستور. الدستور اعطاك مبادئ جديده، فيها الاستقلاليه، فيها التدبير الحر، فيها لو بارتاج لا فيسكاليتي، تقاسم الاداءات البلديه، فيها اعاده النظام البلدي، هذا التعميم، وهذا كله مطروح. لكن نحكيو مثلا على جلسات التمهيديه بقى. مثلا توا وقت جلسات التمهيديه الثانيه لا مازلت انت ما تطبقش عليك القانون الجديد، مازلت سو لا كوب دو لونسيان لوا، انه مجلس بلدي ولا نيابه خصوصيه تنادي للمواطنين وتقول لهم اجوا جلسه تمهيديه، من المفروض قانوني لازمها تنشرها في ثلاثه جرايد ويجب تعمل لافتات، لكن المواطنين في الشأن المحلي توا اليوم كيما بقية المؤسسات كله هي يقول لك انا شنو البلدية قدمتني، ما قدمتليش اللي انا مطلوب، نستنى في البلدية الجديدة، وذاك هما قطيعة شبه قطيعة ماشي ديما متواصلة الا في قليل من البلديات. انا اليوم المطروح نتاعنا عندنا ديزانديكاتور بيان سور. شنو هو مثلا انديكاتور؟ على خاطر نشوفوا انه في بعض الدراسات قامت بهم مثلا جمعيه من الجمعيات كيف ما نشوفوا جمعيه بوصله في ولايه بيجه، شفت انه على قد ما البلديه تعلن على قد ما المواطنين يجيو، دونك المسؤوليه اكثر. القانون نتاع 75 وين نظام القانون الاساسي للبلديات اللي نظم الشيء هذا متواصلين انتر تون، يعني تبدلت الدنيا، ثم الفيسبوك، لا كوميونيكاسيون موجوده، لا كوميونيكاسيون موجوده، دونك ديكو ممكن المشكله في الاتصال بالمواطن. المواطن يحب يجي، لا كوميونيكاسيون سي لو ميور واحد كل شيء، والمواطن بدات الثقافه نتاعو تتبدل، ما عادش شكل البلديه المسكر يلزمها تتغير، حتى كان ما تغيرتش يلفوك شونج دو. ولم يتم تكريس التشريك مثلا في مثل جلسات التمهيديه، انت تحكي على الواقع اليوم، نحكي على مجالات الجامعات المحليه. لا مجال الجامعات كرست اكثر من هذا، سامحني اكثر من هذا ونرجع لك بالتفصيل. مجالات الجامعات المحليه هي عباره عن كانت عندنا مجموعات قوانين، مجموعه من القوانين مفرته، كود دو كوليكتيف، كود لا لوا اورغانيك دي كومون، لا لوا اورغانيك دي نتاع البلديات، مجله الجبال المحليه، مجله الطرقات المحليه. جات المجله جمعتهم، جمعت أربعة ولا خمسة قوانين تاعهم في أربع أبواب سان كليف. جات الباب الأولاني حطت فيه المبادئ العامة، اش نقصدوا بالتدبير الحر، اش نقصدوا بالتضامن وغيره كل شيء. وجات الباب الثاني حطت فيه شنو هما الهيئات اللي غدوة باش تسير، الهيئات العامة الوطنية كما توزيع المال المشترك وغيره كل شيء. وجاء باب ثالث اسمه الأملاك، يعني ستان دومين كبير، أملاك الدولة، أملاك البلدية وغيره كل شيء. وجاء الباب الرابع اللي هو النظام المالي، وهذا اللي باش نقف لك فيه. والباب الخامس ما معنى بلديه، واش معناتها جهه، واش معناتها اقليم وغيره كل شيء. هذا من الخمس ابواب اللي يضموا 350 فصل مبدئيا اليوم. الباب اللي فيه اللي تحكي عليه سيادتك هي الباب الخامس والباب الرابع. في الباب الخامس والباب الرابع النظام المالي، يقول البلديه ما عندهاش موارد ماليه ولا غيره كل شيء، نقول لك احنا التوجهات الجديده انه الباب الخامس هذا عطى على جمله ال 121 فصل اللي موجودين بالباب المالي، فيهم 32 فصل كي تقراهم ثوره على في داخل المنظومه. سامحني كنا نحكيو على جلسات التمهيديه ولينا نحكيو على المال، ما فهمتش. لانه مربوطين ببعضهم، فما ان كوريلاسيون، خاطر المواطن وقت اللي يجيك يحب يعمل استثمار، يحب يعمل الطريق، وكيفاش تعمل له طريق لازمك يكون عندك توفير الموارد الماليه، الوسيله وكيفاش توفر الموارد الماليه بطريقه إيه؟ بطريقه رسميه هي كانت جلسه تمهيديه. اما جلسه تمهيديه توا ولات البلديه في المشروع الجديد، ولات عندها في الكونستيتيسيون نفسها الفصل 35 يقول لك لكل بلديه تكون عندها جريده رسميه، جورنال اوفيسيال، ما عادش هكاك. واثنين في الجديد ما تنجم تعمل جلسه تمهيديه الا ما يكون فيها بلوتو جلسه مجلس بلدي الا ما تكون تعدت على مراحل نتاع الجلسه التمهيديه. وثلاثه ما تنجم تاخذ قرار الا ما تنشره قبل، معناتها ثم ضمانات مساهمه المجتمع المدني في 17 فصل. مجتمع، ثم فرق نتاع مجتمع مدني والا مواطن. انا مواطن لا انتمي الى اي جمعيه، حتى انسان اليوم يحب. من حقي انه ندخل هي. ونحضر في الجلسه التمهيديه، شكون ما يمنعك حتى في المحضر الراي نتاعي لازم يظهر مكتوب مكتوب، ولكن الشيء هذا اختفى في السياسة. لا مكتوب في المشروع الجديدة. المجلة موجود، إذا كان مجموعة من المواطنين سيحدد النسبة نتاعها، إذا كان اعترضت على شيء من الأشياء نجم توقف القرار هذاك.
يعني المواطن كحد ذاته كفرد ما عادش موجود، ولات لازم تكون مجموعه ولازم تلموا. هذا ينجم الفرد ممكن المجموعه نعطيك حل اخر كنستيتوي. الفرد وقت يكون فما تظلم او البلديه او اي انسان كان قام بتجاوز وما احترمش، لانه الحريه فرديه وجماعيه، ما عادش يمشي للسيد الوالي كان قبل، وما عادش يمشي للامين المال جهه ويشكي له، وما عادش يمشي لوزير الداخليه باش يشكي له، يشكي المحكمه الاداريه ويشكي الكور دو كونت دايره المحاسبات. وفي ظرف شهر المحكمه الاداريه ولا دايره المحاسبات الدوا ستاتوي وتجاوب المواطن هذاك ولا تجاوب المجموعه. شفت الفرق بعيد؟ نشكرك على النقطه هذه سي مختار. شفت الفرق بعيد ولا لا؟ نشكرك على النقطه هذه سي مختار. اما المحاكم الاداريه ماهيش موجوده. ماهيش موجوده دونك اونتر تون باش نلقاو روحنا في فراغ نتاع بلديات. شوف لا لا شوف المركزيه قلت لك رانا احنا ما جيناش بدينا الا مركزيه باش ديريكت من المار نقولوا اي صاي دخلنا حلينا الباب ولقينا الا مركزيه تتبنى بالدرج. من المطالب نتاعنا قلنا المحاكم الاداريه ولا كور دو كون كيما عملنا اليوم في الانتخابات البلديه والجهويه، اش عندنا؟ ما عندنا محاكم في العاصمه. قلنا لهم يا محكمه اداريه باش تقرر الناس المواطنين باش تشكي النزاعات، قداش تنجم تعملنا؟ اول مره قالوا خمسه، بعد قالوا ثمانيه، واليوم نصهم على تريس. داكو. لمده معينه. يعني 13 محكمه اداريه جهويه. نفس الشيء الطلب نتاعنا، قلنا يا ناس كي باش نبنيو ولا مركزيه يلزم الوزارات الاخرى والهيكل الاخرى تمشي في نفس المسار. اليوم السناء نتاعك سان بو تار، لكن لازمك تبدا تفكر في العام الجاي. احنا طالبين على قيل خمسه محاكم اداريه جهوية. فروع جهويه تكون موجوده. نفس الشيء في المحاكم الكور دو كونت، بخاطر غدوه اوني ديسنتراليزي، الجهه ولات عندها استقلاليه، والمواطن ما عادش يجيك من قبل ومن تطاوين. الفو دو بير في المركزيه العمل مع الوزارات الاخرين والهيكل الاخرى باش تركز هي الهيكل نتاعها. ولكن التلازم هذا ظهر فيه ماهوش قاعد بالكل على خاطر وزاره العدل. لا باش يجيو باش يجيو هذاك باش يجيو بعد ما فماش مشروع فيه باش يجيو خاطر هما بروحهم تطلعهم الموجود وهما ولا مطلب نتاعهم يقول لك انا غدوه باش نتموقع في مسار لا مركزي اللي مسار ايريفيرسيبل يلزمني يكون عندي ادارات، يلزمني يكون عندي قضاة باش ينجموا يمارسوا الشهاده، لازم عندي نصوص قانونيه اخرى زي. ولكن سور لو بابيي ما ثم حتى مشروع قانون او مقترح قانون لمحاكم اداريه جهويه. هذايا جيبني السؤال، علاش قاعدين نزربوا للدرجه هذه؟ فاش نزربوا؟ نزربوا في احداث البلديات في الانتخابات لا في كل شيء. لا لا علاش نزربوا؟ علاش نزربوا؟ لا تظهر تخش عليها حاجه بديهيه لازم نعملوا فيصل الانتخابات. لا 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 على الخلاف هذا. انا اليوم 2011 صارت الثوره وصارت كل شيء. من 2011 عندنا خمسة سنين واحنا في الانتقالي، مجالس نيابات بلديه غير منتخبه عندها الشرعيه سماها الحاكم سماها الواحد كل شيء، ولكن ما عندهاش المشروعيه لا ليجيتيميتي ما تنجم تاخذ حتى قرار. القانون الاساسي للبلديات تاع 75 يعطيها نفس الصلاحيات كان مجلس بلدي منتخب، نفس الصلاحيات لكن ما عندهاش المشروعيه لا ليجيتيميتي. انتر لا ليجاليتي شيء لا ليجيتيميتي شيء. لا ليجاليتي هو القانون عطاني، لكن المشروعيه انا كمنتخب ولدك الوحده هذيك وكي نقول قرار الناس كلها تبدا تنضبط مش كيما انا ما عندناش مشروعيه للنيابات الخصوصيه اليوم. غدوه اليوم يحب يعمل مكتبه ما عندوش المشروعيه. ولكن في نفس الوقت نشوفوا كيف ما بلديه المرسى مثلا عندها خمس سنين موجوده والنيابه الخصوصيه نتاع المرسى عندها خمس سنين موجوده والتيمبون شاده. ولكن في مثلا في بلديه كيف ما بلديه صيدا التجاذبات السياسيه ردت وهذاك هو الواقع. خرجت هذاك هو الواقع نتاع لا ليجيتيميتي. خلينا اكثر ممكن ما ثماش ان انسترومون يعني لا لا شوف لا سيرتيفيك بور لا ميزوري. الواقع الواقع انت هربت به بالسؤال. قلت لك راه عندنا خمس سنين البلديه قاعده في نيابات خصوصيه ماهيش بلديات منتخبه. واضح. وفما نيابات خصوصيه تبدلت مرتين وثلاثه في الفتره هذه الصغيره سي اون بيرتورباسيون. وثلاثه البلديات تختلف من حجم الكبر نتاعها والصغر نتاعها والامكانيات نتاعها ومن حسب الناس ولا كيستيون دو ليدرشيب مازالت مطروحه. البلديات اللي مازالت قائمه اليوم تلقى نوسيون دو ليدرشيب، تلقى رئيس بلديه مالغري لي ديفو مالغري العراقيل ولكن شاد صحيح خاطر يمن بالشيء هذاك. وناي بوكو دو كا كانت عندنا في سنيانا اون دام شاده البلديه والفيزي دي بو ترافاي مش معنا اليوم الاخرين مش قاعدين يعملوا مي الفيزي دي بو ترافاي. كان عندنا في بنزرت زاد كيف كيف بون جات نيابه خصوصيه وانت تعرف ما تدخلش مساله المحاسه السياسيه وغيره كل شيء سي نوتر بروبليم ما نحبش نخوض فيه. ف
فهمت هذاك علاش خاطر ماهمش منتخبين ما عندهمش مشروعيه وكان جاوا منتخبين ما تصيرش مساله المحاصصه السياسيه سو كيفي فما بلديات قاعدة وصياده كانت لو بلوز اكزامبل تيبيك اللي كنا ديما نضربوا به في الامثال ونمشيوا به في الدورات الدوليه ونقولوا شوف صياده اش عامل في المنظومه نتاعها العالميه كل شيء الحكومه المفتوحه والحكومه المفتوحه ومشيت معنا برشا مرات لبرا تقدم في التجربه هذه اليوم صياده تلقى روحها لو دوزيام را يقول قايل للواه لانها ماهيش منتخبه وكان جات منتخبه حتى انسان من نجم يمثل لا ماهي مش مساله منتخبه خلينا من غير ما ندخلوا في الديتاي المعتمده نتاع محاصه لمته ثم محاصه هي ولا ثم محاصه حزبيه ما بين الاحزاب الحاكمه يعطيك صح الاحزاب الحاكمه لطفي فرحان الرئيس نيابه الخصوصيه السابق ونذكر انه التوا ما لم يتم حل نيابه الخصوصيه يعني ليغالمون مازال هو لم يتم تسميته في الرايد الرسمي مازال ما صدر حد شيء جوسي هذه المواضيع هذه راهي ولات بالنسبه لنا احنا تقلقنا برشا ولكن nous sommes dans une من قوس توربولانس c'est un fait ما يتنجم تحلوا الاشياء هذه الا الانتخابات البلديه اللي باش تخلي المجال نتاع 5 سنين والناس تخدم على راحتها وتبرمج والاوراق والفيزيون بر الامان